مظاهرة لمعارضين بحرينيين قبالة سفارة بلادهم وسط برلين. المحتجون القليلون الذين وجدوا طريقهم إلى العاصمة الألمانية يطالبون بمقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة التي يصفونها باللا شرعية. الحقوقي البحريني سيد يوسف المحافظة يقوم بتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلاده، وهو ما عرضه للاعتقال 7 مرات منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين قبل 3 سنوات. كنت أقوم بالتوثيق والتصوير الميداني في البحرين، يعني كنت أتعرض إلى العديد من العقوبات وأشعر بالخوف والقلق عندما أقوم بالتصوير هذه المسيرات، وأعلم أن تكلفتها باهظة في البحرين بعكس ما هو الآن في ألمانيا. أشعر بالحرية عندما أقوم بتصوير مسيرة، وهذا هو الذي يجب أن يكون في البحرين. ابن 32 عاما اضطر لمغادرة وطنه بسبب قمع السلطات البحرينية للمعارضين في البلاد. حاله كحال 1500 ناشط بحريني آخرين لجأوا إلى الخارج في السنوات الأخيرة حسب المركز البحريني لحقوق الإنسان. يعني هذا الفيديو كان ينشره الموالون إلى النظام في البحرين ويتفاخرون كيف يتم الاعتداء على هذا المتظاهر الشيعي الذي تم اعتقاله من أحد المسيرات، ولكن نحن كنشطاء حقوق الإنسان نستفيد من هذه المادة التوثيقية التي تؤكد استمرار التعذيب في البحرين. أنا بتزوج أختي متعة بيرضى. إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار إهانة قوات الأمن للغالبية الشيعية، يندد الحقوقيون بإفلات مرتكبي التجاوزات من العقاب، كما يطالبون بالإفراج عن معتقل الرأي الذين تجاوز عددهم 3000 حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان. في ألمانيا حصل يوسف مع أسرته على حق اللجوء مطلع السنة الجارية، وبعد مشوار طويل استقرت به الأوضاع شمال برلين. يتمنى يوسف أن تتحقق الديمقراطية والعدالة في البحرين حتى يجنب أسرته معاناة منفى طويل.